منك اللهم نستعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا في هذا المهرجان، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين لعام 2023. شكرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين، الشكر لسمو سيدي ولي العهد على دعمهم لرياضة الهجن. هكذا مشاهدين الكرام وعلى بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط الحقايق في فترتنا المسائية في رابع أيام هذا الكرنفال بهذا الحضور والتواجد. تحضر الأصايل من أجل التحدي والقوة والإثارة والندية. 3 كيلومترات هي الحكاية والرواية يا من تتابع ويا من تشاهد. أسير بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى البداية لأتابع أول العناوين. أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي يقدم لنا مهابة، أبناء السلطنة الأشقاء يتواجدون مع بداية الشوط مع الصدارة مع الاندفاع الأولى، بينما القدوم مع نوعية فيصل بن علي بن سعود الفهيد المرية يتقدم الصاعرية يقدم لنا نوعية بهذه النوعية الفاخرة على المركز الثاني بمركز الوصافة والتسلل في هذه اللحظات مع متعبة. هادف بن حزمي بن قناص العامرية يقدم لنا متعبة، غيرت متعبة في هذه اللحظات من المركز الثالث إلى الثاني إلى البداية إلى مقدمة الشوط. المركز الرابع الوصول والقدوم مع اللي قادمة في هذه اللحظات وصلت أفراح صالح بن راشد الدعب النابت. المركز الخامس القادم في هذه اللحظات قادم حمد بن نهيان العامري قندهار، قندهار قادمة في هذه اللحظات ومتسللة هنا في هذه الأثناء. نعود بحضراتكم إلى المقدمة إلى الصدارة مع اندفاعات متعبة وأداء متعب الفنان، لا زالت متسللة لا زالت مسيطرة في هذه اللحظات مع الألف ومئتين بقيادة متعبة بتحديات متعبة. هادف يهدف النوماس بن هنا يتقدم بن قناص العامري مع متعبة الأشقاء ابن دولة الإمارات العربية المتحدة مع متعبة. الكيلو الأخير كيلو أخير يفصلنا عن الانتصار وعن نوماس أول أشواطنا المسائية بقيادة متعبة وبتحديات متعبة المتسللة في هذه اللحظات. هنا تحضر كحضور الأبطال دائما وأبدا مع مقدمة الشوط، لا زالت في هذه اللحظات ولكن الخطر قادم. وصلت قندهار، وصل ابن نهيان يقدم لنا قندهار على المركز الثاني يتسلل من مركز إلى مركز مع قندهار على المركز الثاني الثالث القدوم. وصل ابن سبعان يقدم لنا ثروة فلاح بن أجلوي بن سبعان العجمي، ولكن العودة إلى البداية إلى متعبة إلى متعبة لا زالت مسيطرة تحكم القبضة مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار النهائية. عصاتها في بطانها بن نهيان يحاول في هذه اللحظات عند الأمتار الأخيرة. الله 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 قندهار ولا متعبة ولا قندهار. النوماس حاير وطاير راعي متعبة مع البداية مسيطر، ولكن قندهار ما شاء الله على متعبة جفلوها وطارت مستديرة ما تحركت عصاها. سلام تحية والف احترام يا مالك متعبة. هادف بن حزمي بن قناص العامري مع أول الأشواط وعصاتها في بطانها من دون أوامر ولا تعليمات ثانينا، والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني قندهار بشعار بن نهيان حمد بن نهيان بن سالم العامري. المركز الثالث فيصل بن علي بن سعود المري. رابعا
فكان الوصول مع ثروة فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي، والمركز الخامس زياد باللافي العنزي مع أسيل. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء كانت النتيجة، وكان أول الأشواط مدون ومسجل مع متعبة الذي حضرت في هذا المساء بكل قوة وبكل شراسة من دون أوامر ولا تعليمات. تنتزع نوماسي أول أشواطنا في هذا المساء، تهانينا والنوماس لهادب بن حزمي بن قناص العامري. توقيت متعبة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، نتابع بحضراتكم التوقيت الزمني 4:42 84 جزءا من الثواني. تهانينا والنوماس لهادف بن حزمي بن قناص العامري. المركز الثاني قندهار، وتوقيتها مشاهدين الكرام المركز الثاني نعم قندهار بشعار بن نهيان، وتوقيتها 4:43 وجزئين من الثواني. تهانينا والنوماس لحمد بن نهيان بن سالم العامري. المركز الثالث نوعية بشعار فيصل بن علي بن سعود المري، وتوقيت نوعية 4:49.58 جزءا من الثواني. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء كما تشاهدون امامكم على الشاشه في هذا البث الحي المباشر التوقيت الزمني للفائزين بالمراكز المتقدمه في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك للفائزي بالمركز الاول وفي اول الاشواط مالكي متعبه، ومن قدم لنا متعبه في هذا الشوط هادب بن حزمي بن قناص العامري. مشاهدينا الكرام نتواصل بحضراتكم بتحديات وانطلاقات أشواطنا في رابع أيام هذا المهرجان، هذا الكرنفال، هذا الحضور، كما ترحبنا بجميع الضيوف القادمين من أنحاء ميادين الخليج. فالدار ترحب بمن حضر بمن تواجد في هذا المهرجان.